كان يا مكان في قديم الزمان، كان بحار يدعى السندباد يعيش في مدينة بغداد. سندباد شجاع جدا ويحب السفر المتواصل إلى بلاد جديدة لا يعرفها من قبل. وفي إحدى المرات التقى السندباد حصارا غريبا يسكن تحت البحر، وفي مرة أخرى تعرض السندباد لهجوم عملاق كبير جدا، وفي مرة ثالثة حاول رجل مسن أن يقتل السندباد على الرغم من أنه ساعده وحمله على كتفيه مسافة طويلة جدا. لدى سندباد كثير من المغامرات الشائقة والحكايات الممتعة التي تتناقلها الناس. أما الآن فسأحكي لكم قصة أجمل رحلة من رحلات السندباد البحرية السبع. هناك جزيرة على مقربة منا أيها الربان. يبدو أنها جزيرة جميلة. أريد أن أذهب إليها لكي أبيع سكانها وأشتري منهم، أشعر بأنني سأجني ربحا وفيرا. حسنا، سنرى ذلك يا سندباد. أديروا الدفة أيها الرجال، سنتجه إلى الجزيرة. حاضر. كانت الجزيرة رائعة الجمال، ولكن المشكلة الوحيدة أن هذه الجزيرة خالية من السكان تماما. هذا غريب، لما لا يسكن أحد في هذه الجزيرة الجميلة؟ تأمل السندباد السماء طويلا ثم غط في نوم عميق. رحلت السفينة وتركت السندباد وحيدا فوق هذه الجزيرة. لماذا رحل البحارة وتركوني؟ ماذا سأفعل الآن؟ لحظة، الخير كثير في هذا المكان وفي إمكاني أن أعيش. أرى الجزيرة من هذا العلو خالية تماما. ماذا؟ كأنني أرى سطح بيت هناك. هذا جيد، إذا كان هناك سطح فهذا يعني أن هناك إنسانا يمكنني التحدث إليه. حسنا، سأذهب الآن. سندباد، عليك أن تحذر، فقد حاول أحد الأشخاص أن يأكلك ذات مرة، لذا علي أن أحسب كل خطوة قبل أن أخطوها. لا أرى أحدا. لا أحد، إنه شيء غريب. ترى من بنى هذه القبة هنا؟ إنها غريبة، وغريب أيضا أن تغيب الشمس فجأة هكذا. ترى ما هذا الطائر؟ إنه أكبر من الجمل، مخالبه مخيفة جدا وحجمه في منتهى الضخامة. يحمل الفيل وكأنه يحمل فأرة صغيرة بين مخالبه. أيعقل أن يكون هذا هو طائر الرخ الذي قرأت عنه سابقا؟ علي أن أبقى هادئا حتى لا يستيقظ. خلع السندباد عمامته وربط نفسه بقدم الرخ ليطير به إلى جزيرة أخرى
غير هذه الجزيرة الخالية من الناس، وانتظر صباح اليوم التالي بفارغ الصبر. المقعد فارغ بجانبك. إنه للسندباد، وهو فارغ منذ أن غادرنا الجزيرة. نعم، فأنا لم أره منذ ذلك الوقت. ولكن كيف لم ننتبه على ذلك؟ على ماذا؟ أظن أننا نسينا السندباد على الجزيرة. ماذا تقول؟ لا أثر له على السفينة. ولكن لماذا لم تخبروني بأمره قبل الآن؟ لم ننتبه على غيابه. غباء. أديروا الدفة غربا يا رجال، سنعود إلى الجزيرة. بقيت السفينة تبحث عن تلك الجزيرة طول الليل، ولكن بلا جدوى. تلك الجزيرة كانت مهجورة ولم تكن مرسومة على خريطة الربان. وعبثا أمضى البحارة وقتهم بالبحث والتفتيش. هل من أخبار؟ ماء وسماء وأرض مفقودة، يبدو لي أن النجاح مستحيل في مثل هذه الظروف. سيقضي السندباد حياته كلها فوق تلك الجزيرة. لقد نجحت فكرتي، أنت ذكي جدا يا سندباد. إذن يأتي الرخ إلى هنا ليصطاد الأفاعي ويأكلها. شكرا لك أيها الرخ. علي أن أتفقد هذا المكان جيدا. أنا في جرف جبلي، من المستحيل أن يستطيع أحد مهما بلغت قوته أن يتسلق هذا الجرف الخطر جدا. ما هذا؟ ألماس حر، سأبيعه بسعر غال جدا. لقد أصبحت ثريا، ثريا جدا. ولكن ما الفائدة إذا كنت لا أستطيع الخروج من الوادي؟ أنا الآن مثل طفل جائع يبحث عن طعامه بين النجوم والكواكب السيارة. إنه ثعبان ضخم جدا، إذا عثر علي سيبتلعني دفعة واحدة. يا إلهي، المكان مليء بالثعابين. الرخ يحلق في الجو، والثعابين تزحف على الأرض، ومن كل الجهات هناك جرف جبلي وعر وخطر. ولن يستطيع السندباد أن يهرب إلى أي مكان، لكنه أبى أن يستسلم. بحث عن طريقة للهرب ولكن بلا فائدة. Thank you.
لن أكون طعاما لك أيتها الجرذان. ابتعدي. لماذا هربت يا ترى؟ ها؟ لقد نجوت. ها؟ جحر؟ إذن الثعبان الكبير خرج من هنا، ولكن يجب أن أتأكد هل في الداخل ثعبان غيره أم لا. إذا صرخت سيسمع صوتي ويخرج. هاي أخرج، هل هناك أحد؟ لا أحد. سأدخل وسأغلق الباب علي بالحجر. الأفاعي في داخل الجحر تنام على بيوضها، أما الثعبان الذي خرج فكان الأب. حسناً يا صغار، لن يصيبكم مني أي أذى، سعدت بلقائكم. لن أستطيع البقاء هنا طويلا، يجب أن أجد طريقة ما أخرج بها من هذا الوادي. إنه لحم، من أين أتى؟ ها؟ يقذفون اللحم ليلتصق الألماس به، يعني أن هناك رجالا في الأعلى يقذفون اللحم. لقد تذكرت، قرأت قصة عن رجال يقذفون باللحم إلى أودية سحيقة كي يلتصق بها الألماس، ثم تأتي الجوارح وتلتقطها، وعندما يقذف الرجال الجوارح بالحجارة والرماح يسقط منها الألماس. سأتعلق بقطعة اللحم هذه وأنتظر إلى أن يأتي الرخ. سأحشو جيوبي أولا بالألماس كي أبيعها عندما أخرج، سأصبح ثريا.
حصلت على ما يكفيني. أنا مستعد. أيها الرخ، هيا احملني بعيدا عن وادي الأفاعي هذا. الرخ يمسك اللحم. هيا قذفوه. إن الرخ يحمل إنسانا مع قطعة اللحم. انتهيت، لم أتوقع ذلك. يجب أن أجد طريقة للخروج من هنا. ممتع. اللحم ينزلق نحونا. احملوا اللحم يا شباب، هيا. كانت قطعة اللحم التي وصلت إلى الصيادين خالية من الألماس تماما. لم تلتصق أي قطعة ألماس. قلت إن الألماس يلتصق باللحم إذا قذفناه في الوادي. قرأت ذلك والقصة لا تكذب. انتظر قليلا، أنت من أخذ الألماس من اللحم. هيا اعترف بأنك أنت الذي أخذته. حصلت على هذه من الأسفل. سأعطيكم كثيرا منها يا أصدقاء. لدي الكثير من هذا الألماس. وحكى السندباد للصيادين حكاية رحلته، وكيف ربط نفسه بالرخ، وكيف ألقاه في وادي الماس والأفاعي. طرت مع الرخ؟ أنت شجاع وقلبك قوي ولا تخاف أبدا. هكذا الرجال، لا تستسلم للصعاب مهما كانت. واجهت كثيرا من الأفاعي والثعابين في وادي الألماس، أليس كذلك؟ كان موقفا تقشعر له الأبدان أيها الرجل الطيب. بقي السندباد يحكي قصته للصيادين حتى الصباح. كان الصيادون يستمعون إلى السندباد وهو يروي قصته وهم يتعجبون من شجاعته. في صباح اليوم التالي توجه السندباد إلى ميناء المدينة، وفكر أن يشتري سفينة لنفسه بقطع الألماس التي حصل عليها، فباع قطعة واحدة وحصل على صندوق كبير من الذهب، ثم توجه إلى الميناء من جديد ليشتري السفينة. مرحبا سندباد، حمدا لله على سلامتك. كيف حالك يا ربان؟ دعك مني وأخبرني، كيف نجوت من تلك الجزيرة؟ إنها قصة طويلة وسأرويها لكم عندما أعود معكم إلى بغداد. قل لي متى سترحلون؟ الآن يا بني. سيد سندباد، اشتريت جميع الحاجات التي طلبت شراءها. شكرا لك، احملها إلى تلك السفينة من فضلك. حاضر. وما هي هذه الحاجات؟ بعض الهدايا، أقمشة وعطور وتوابل اشتريتها من أجل أسرتي. ولما اشتريت هذه الأشياء مع أن حاجاتك وحقائب سفرك السابقة محفوظة؟ تحتفظ بها كل هذه المدة التي غبت عنكم فيها أيها الربان الطيب؟ أشكرك من كل قلبي أيها السيد المحترم، حقا أنت رجل وفي وشهم.
هذا لأنني بحار يا سندباد. أنا متأكد يا سندباد بأنك لن تسافر ثانية. لا يا سيدي، السندباد ابن لهذا البحر، وابن البحر كالسمك لا يستطيع العيش بلا بحر. اشتدت العواصف واشتدت الرياح واشتدت الرعود والأمطار أيضا، سندباد سيبقى يسافر في البحر مهما اشتدت الصعاب.